تكلم حتى أعرفك، أبدع حتى أراك، أعزف حتى أسمعك. يمكن دي كلمات كده جاءت عابرة لما أنا سمعت العزف على هذه المقطوعة اللي يعني فيها من الحماس وفيها من الحيوية وفيها من التفاؤل والإقبال، فيها الكثير. العزف ده للنموذج من طلبتنا ومن ولادنا الصغيرين اللي احنا بنتمنى ليهم مستقبل باهر وبنتمنى ليهم حياة جميلة في الكادر الفني أو في المكان الفني اللي بيحلموا به. كورونا يمكن احنا شفنا أزمتها وتطبيقها وانعكاسها على المجتمع، لكن برضو في جانب مشرق فيها. العزف ده كان جانب منها ان هو خلى عندنا الحياة بقت أونلاين في كثير من تفاصيلها، كثير من تدخلاتها اليومية اللي بنعيشها. العزف والعزف على الموسيقى والاستماع للموسيقى، الحاجات دي كلها دورها وتأثيرها على النشء وعلى الأفكار وعلى الرؤية وعلى الانسجام وعلى الحياة بشكل عام بيكون لها تأثير كبير. خلوني أرحب بضيفي الطالب المتميز والجميل والمبدع واللي إن شاء الله نتمنى ليه مستقبل باهر، وطبعا دي أولى لقاءاته التلفزيونية في قناة النيل أخبار، واللي دائما ما تحرص على استقبال الشباب والطلبة وكل الأعمار المختلفة وتقديمهم للرأي العام المصري. صباح الخير يا عبد الله المنتصر. صباح النور يا أستاذ. شرفتيني النهاردة بشكل شخصي في برنامج هذا الصباح في قناة النيل أخبار. العزف والمقطوعة الجميلة اللي أنا سمعتها دي خليني أكلم عنها. جات لك إزاي؟ اتعلمت الموسيقى إمتى؟ فكرة الكورونا وإنك تعزف إلكترونياً وتشارك زمايلك وأصحابك والجمهور بتاعك. أولاً أحب أشكر حضرتك على التقديمة الجميلة دي، وأحب أصبح على جميع المشاهدين بتوعنا. ده أول شيء. تاني شيء، بدايتي في العزف كانت مع جدي والد والدي الله يرحمه. هو اللي كان بيحفزني على العزف، وهو اللي كنت دايما لما بلاقيه قاعد على البيانو كنت بروح تلقائي واقعد اخبط على البيانو عشوائي. دي كانت بدايتي في العزف. واحد من افراد عائلتي، او مش ممكن اقول واحد، بعض من افراد عائلتي لاحظوا فيا ان انا دايما كل ما اشوف البيانو قدامي احب اروح اقعد اعزف عليه. مش لازم اطلع لحن، ولكن احب احط ايديا على نغمات البيانو فقط. بعد كده حبوا ان هم ينموا الموهبه دي، فخلوني انضم لمعهد موسيقي. درست فيه لمده 6 سنين. ما شاء الله. بدات فيه سنه كام؟ على ما اعتقد وانا عندي 6 سنين. 6 سنين. طيب. بدأت فيه، قعدت 6 سنين أدرس لغاية 12 تدرس سنة. الموسيقى جنب الدراسة الخاصة بيك؟ طبعا. تمام. طبعا. وده ما كانش بيأثر على وقتي. أنا دايما بعرف أفصل ما بين وقت الدراسة ووقت الترفيه. ماجستير يور تايم، يقول لنا كده الحكمة الإنجليزية. أنت قادر على إدارة وقتك. أنت بتدير وقتك إزاي بقى؟ لأن ده أنا بوجهه وأتمنى كل أولادنا وكل الأسر إن هم يكونوا شايفين طالب في نفس الفكر في نفس مستوى السن بتاعهم وقادر إن هو ينظم وقته، بيلعب رياضة، بيعزف موسيقى، بيدرس، بيفكر، بيبدع، بيعمل كل الأمور المختلفة اللي من شأنها تخلي إنسان متكامل. كمل يا عبد الله. بس فبكمل لحضرتك إن بعد ما خلصت الدراسة في المعهد الموسيقي لمدة 6 سنين حبيت أنتقل لمرحلة احترافية أكتر، عشان لاحظت إن أنا حابب موضوع عزفي للبيانو، ولقيت إن أهلي والدي ووالدتي حابين فكرة إن أنا أنضم تكمل عزف على الموسيقى. وفي الطريق الاحترافي أو في بدايات الطريق الاحترافي فين؟ في مدار في دار الأوبرا المصري. جميل. بدأت أدرس ودارس دلوقتي لغاية بدأت أدرس من وأنا عندي 12 سنة ده في دار الأوبرا. في دار الأوبرا. تمام. ومستمر في العزف في دار الأوبرا لغاية دلوقتي. وحتى برضو في وضعنا الكورونا ده كنت بدرس الحصص أونلاين. دي السنة الخامسة ليا، بقالي 4 سنين كاملين ودي السنة الخامسة. تمام. طب لو بتكلم عن اللي بيستهويك، الافكار اللي بيجي لك وانت بتعزف، دايما اللي بيعزفوا بيكون عندهم الهام،
انا بقعد بتفكر في شيء عايز ابدع واخترع حتى نوته جديده. بتفكر ازاي وانت بتعزف؟ او بيجي لك ازاي فكره انك هتعزف مقطوعه معينه لسه مش موجوده، او مش بتعيد عزف مقطوعه سبق وعزفها حاجه جديده؟ بتفكر فيها ازاي؟ عزفي لمقطوعه جديده زي ما حضرتك قلت ده بيبقى شيء بالنسبه لي دايما بحب افكر فيه عشان ابقى متميز، احب اطلع نغمات متميزه. ولكن دايما انا ببص على المقطوعات اللي ما اتعزفتش قبل كده، زي مثلا اغنيه اغدن الخاق دي. نعم، للسيده الراحله ام كلثوم. طبعا دي اغنيه ما حدش كان يعرفها عشان هي كانت اغنيه تقيله قوي. انا الحمد لله تمكنت في عزفها، وبفضل دراستي في الاوبرا مع الاستاذه ايمان شاكر، الدكتوره ايمان شاكر، ساعدني اني اعزف بامكانيه عاليه. حلو قوي. وتمكنت من العزف بدقه. تمام. ده اللي خلاني لما استرجع اغاني كنت ناسيها اعزفها بطريقه احسن كويس من لما كنت اعزفها في الاول. طيب خلينا دلوقتي نروح لنستمع مع بعض ومع مشاهدينا الكرام لمعزوفة جميلة للطالب المتميز عبد الله منتصر، ونرجع طبعا نكمل حوارنا، لأن الحوار عن العزف وعن الموسيقى وعن الفن بكل جوانبه المختلفة بيكون فيه ثراء فكري، بيكون فيه راحة نفسية كلنا بنستمتع بيها. خلينا نستمتع لهذا الجزء. مبهجة بجد والله، وتدعو للتفاؤل بالفعل وتدعو للبهجة في الصباح. عبد الله بجد أنا استمتعت جدا بالفقرة وبالعزف المقطوعة دي. كلمني عبد الله عن أحلامك، عن طموحاتك المستقبلية. طموحاتي إني أبقى، أو مش أبقى، أدخل الكلية الفنية العسكرية. تمام. دي من ضمن الطموحات اللي أنا عايز أحققها. يا رب يحققها لك إن شاء الله. فكرة إني أخدم بلدي. ده شيء عظيم جدا بالنسبه لي. ولو ما تمكنتش في دخولي الفنية العسكرية، تتمكن تخش علم رياضه، تجيب مجموع كويس في الثانويه العامه، تلتحق بالكليه، الشروط متاحه للناس كلها طبعا. ولكن لو ما قدرتش، البديل. البديل بالظبط كده، كنت لسه اقول لحضرتك. ممكن اتجه للكليه الحربيه برضو. تمام، ما عنديش مانع طبعا. بس عشان تدرس العلوم الفنية والعلوم العسكرية بجانب العزف اللي انت مش هتتخلى عنه. طبعا مش هتخلى عن العزف. وبالذات بقى
لما سني يكبر ساعتها بقى هبقى ممكن حضرتك تقول متقاعد، فوقت فراغي هيبقى زايد قوي عن فترة دراستي. طب كويس. اللي هي العشر بتكتب الحاجات دي يا عبد الله؟ حاجات ايه بالظبط؟ احلامنا وطموحاتنا لازم نكتبها، خططنا المستقبليه لازم نكتبها، لان كل ما بنكتب كل ما اكثر، وانت راجل منظم المفروض بالظبط ومحدد كده. وهدفك واضح ومحدد. وبالنسبه للكتابه انا بحب الكتابه جدا، وبحب اكتب قصص قصيره وخاصه الخيال العلمي. طيب. في العربي. طيب قريت حاجه ليوسف السباعي؟ لا صراحه. لازم تقرا ليوسف السباعي، ده كاتب مرموق وكاتب مصري عظيم، وكمان كان ضابط في الجيش المصري. انا عايز اقول لك ممكن اعد لك دلوقتي 50 او 100 اسم ومثال كانوا ضباط في الجيش المصري، وما زال طبعا كثير، لان الجيش المصري مؤسسه عظيمه ومؤسسه ولاده في كل المجالات، ليس في العلوم العسكريه فقط لكن في مجالات مختلفه. انا بدعوك من دلوقتي من بر قناه النيل الاخبار انك تقرا ليوسف السباعي، تقرا لكل الكتاب العظام اللي كانوا في قواتنا المسلحه. طيب أنا كده عرفت جانب من أحلامك ومن طموحاتك، خليني أسألك عن قرار تفعيل الأنشطة في المدرسة، القرار ده ومادة الأنشطة الترفيهية والأنشطة الفنية في المدارس دلوقتي بقت مادة رسوب ونجاح، بتشوف ده إزاي وبتتعامل مع الطلبة وبتتعامل مع زمايلك إزاي في المدرسة وبيشوفوا إزاي إنك بتعزف؟ لما كنت ببقى في المدرسة في حصص الموسيقى دايماً مدرسة الموسيقى عندنا كانت بتحب تخليني أطلع أعزف لمدة 4 دقايق أو 3 دقايق مثلا، فكنت بطلع أعزف، الناس كانت بتلاحظ اللي معايا في الفصل، زمايلي اللي كانوا معايا في الفصل، وده كان بيحفزني جدا أني أستمر، عشان بحب دايما أبقى الناس كلها ملاحظاني. بس واستمرت في الموضوع. بالنسبة بقى لموضوع المسابقة، أنا اترشحت بفضل الأستاذة جميلة أبو الفتوح. تمام. مدير عام مدارس النصر. يليهم الأستاذة الفاضلة منى السعود مدير الآي جي. يليهم الأستاذة الفاضلة نورهان مدرسة الموسيقى عندنا في المدرسة. من خلالهم أنا قدرت تشارك في المسابقة وتحقق مركز فيها، عشان هما اللي خلوني انضم للمسابقه. طيب. هم اللي رشحوني في انا بوجه شكر لكل الناس اللي انت ذكرتهم والاساتذه الكرام دول، لكن بوجه شكري الاول والاخير لوالدك ولوالدتك ولاسرتك الجميله اللي هيئت ليك كل سبل الراحه علشان تقدر تعزف وعلشان تقدر تحقق احلامك. واللي دي المفروض انا بوجهها كرساله لكل اسره ولكل اب وام في البيوت المصريه، ان هم يكتشفوا احلام اولادهم، يكتشفوا طموحاتهم، يكتشفوا القدرات الكامنه عندهم، لان هي عماد المستقبل الحقيقي لكل اسره. هو انه انا بخرج جيل محترف، جيل مختلف عن الاجيال بتاعتنا، جيل قادر على المنافسه في الداخل وفي الخارج، المنافسه الدوليه والمنافسه الاقليميه، كل واحد في مجاله، الطبي في مجال الطبي والهندسي في الهندسي والفن في مجال الفن وما الى ذلك. انت شرفتني النهارده يا عبد الله جدا، انا استمتعت بحواري معاك على المستوى الشخصي، ويعني يمكن خليني افكر ان انا ابدا اعزف مره ثانيه وعود للعزف وعود للامور الفنيه. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني النهارده. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، دي كده حلقتنا النهارده انتهت في هذا الصباح. بدانا بهذا الصباح في 8 حتى 10. بشكر لحضراتكم طيب المتابعه، وهسيبكم دلوقتي مع عزف اخر ومقطوعه من ضيفنا الكريم الطالب المتميز عبد الله منتصر.